السيدات والسادة الكرام، ضيوفنا والمشاركون الأعزاء، ممثلي وسائل الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير وحياكم الله في دوحة الخير، هذه الأرض التي استضافت أنجح بطولة لكأس العالم على مر التاريخ، تلك البطولة التي تميزت بأنها صديقة للبيئة، وتم خلالها تطبيق الخطط والبرامج الخاصة بمجال إعادة التدوير وتعزيز الاستدامة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. اليوم يتجدد اللقاء بكم في هذا الحدث الدولي الهام المتمثل في استضافة وزارة البلدية في دولة قطر لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة في نسخته الثالثة، والذي يقام على مدى يومين، تشمل العديد من الفعاليات والحلقات النقاشية والندوات التي يشارك فيها نخبة من كبار المسؤولين والخبراء في مجال إعادة التدوير والاستدامة من الصعيدين المحلي والدولي. جمعنا الكريم، إن خير ما نستهل به يومنا وحفلنا وتجمعنا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ هيثم الدخين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم سبحانه الذي خلق لنا هذا الكون أمانة أوجب علينا الاهتمام به، حيث قال سبحانه في محكم التنزيل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. حضورنا الكريم، نصوح شخصية حملة صفر نفايات، تنضم له اليوم شخصية جديدة ستساعده في غرس قيم الاستدامة لدى أطفالنا. من هي الشخصية الجديدة؟ أترككم الآن مع هذا العرض لنصوح والفنان القطري المبدع فهد المعاضيد. أنا نصوح واسمي على مسمى،
أقدم النصائح عن أفضل الطرق لتدوير النفايات. تعرفتم علي السنة الماضية، وسوياً أنجزنا الكثير من خلال نصائحي، لكن النصائح لا تأتي دون منفعة. هذه السنة أود أن أعرفكم على صديقة عزيزة مليئة بالمنفعة. سيداتي سادتي، إنه لشرف لي أن أقدم لكم نفوعة. أنا اسمي نفوعة، وأنا أنفعكم بمعلومات تفيدكم وتشجعكم للعمل نحو مستقبل أكثر استدامة. سوياً سنعمل على كثير من الأمور. سنسعى نحو شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص. سنجتهد لتكون ثقافة الفرز من المصدر جزء من حياتنا اليومية. سنستثمر أكثر في البحوث الأكاديمية والعلمية. سندرس كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التنمية المستدامة، وغيرها الكثير. برأيك، هل يمكننا إنجاز كل هذا وحدنا؟ عندي لك مفاجأة يا نصوح. بالنسبة لي كمصدر إلهام للفن، كيف إعادة التدوير بما يسمى النفايات، بس بالنسبة لنا إحنا ما نسميها نفايات لكن نسميها كنز أو أعمال فنية، نقدر نطلع شيء من لا شيء. أنا فهد المعاضيد، فنان تشكيلي. الإنسان هو السبب الرئيسي في تدمير البيئة، في إنشاء المصانع، في إنشاء البلاستيك. الإنسان انربط كخيط العنكبوت، ممسوك من كل مكان، لكن في نفس الوقت نأخذ الجانب الإيجابي، يحمل نبتة. النبتة هذه ترمز للبيئة، وهي عكس المنظور كامل في العمل. البلاد بلادك، كأنه بيتك، تحميه بكل ما أتيت من قوة. وهذا ينبني أكيد على مراحل سنوات عشرية لين نوصل حق مجتمع مثقف واعي كيف إنه يحافظ بلاده وبيته. نصوح، أنا أكيد مستعد، ونرحب بأختنا نفوعة الشخصية الجديدة على هذا المؤتمر. إن شاء الله تكون تنفعنا وتنفع الأجيال الجاية. أنا أكيد ملتزم بالمساعدة، ودائماً الموجودين وأصحاب القرار والضيوف وخارج القاعة كلهم مستعدين. ما تقتصر الجهود فقط على المجتمع أو على الحكومة، بل كل ملتزم بأهميته. القيادة والمجتمع والحكومة وأصحاب القرار، هذه رسالة مثل المسؤولية اللي خذناها من أبانا وأجدادنا، نأخذها إحنا الحين ونسلمها للأجيال الجاية. ننتقل للعمل. قطري، حبيت أقدم، ومهما قدمت لهذه الدولة اللي عطتنا الكثير، شيء بسيط، نقطة من البحر. العمل يدعو للتفكر. أنا خليت فيه علامة استفهام كبيرة، الجواب عند كل شخص مش عندي. أنا ما يحتاج أشرح العمل،
العمل يشرح نفسه، العمل متناقض، العمل كبير. فأدعو للتفكر في هذا العمل، وشكرا جزيلا. وأكيد أن هذه أقدم هذا العمل البسيط لوزارة البلدية، وأكيد لهذا المؤتمر الناجح. شكرا. الذكريات الجميلة عن مؤتمر السنة الماضية تجول في خاطري الآن. أبدعت فعلا يا نفوعة، وأنت أيضا يا فهد، إنك لمبدع. شكرا يا نصوح. وزارة البلدية قامت بعمل جبار العام الماضي، مليء بالإنجازات، ونتطلع لإنجازات أكبر هذا العام. لنشاهد معا أبرز إنجازات الوزارة في مجال إعادة التدوير. يمكننا فعلاً أن نولد الكهرباء من النفايات، أن نعيد الابتكار والإبداع لخير المجتمع. إرادتنا لا حدود لها، وتصميمنا نحو مجتمع مبني على الاستدامة لا رجوع عنه. فخلال فترة بطولة كأس العالم قطر 2022، تم إعادة تدوير وفرز 72% من النفايات بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركات القطاع الخاص. أما النسبة المتبقية وهي 28%، تم تحويلها إلى طاقة نظيفة، لتكون قطر هي الدولة الأولى التي تحقق معدل فرز وتدوير بنسبة 100% في تاريخ بطولات كأس العالم. خلال عام 2022 تم إنتاج أكثر من 271 مليون كيلو واط بالساعة من الكهرباء النظيفة، وأكثر من 35 ألف طن من السماد، وتم إعادة فرز أكثر من 27 ألف طن من المواد القابلة لإعادة التدوير في مركز معالجة النفايات المنزلية والصلبة في مسيعيد، والذي حصل على جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال العمل البلدي في دورته الرابعة عن فئة أفضل الممارسات في إدارة النفايات وإعادة التدوير. كذلك من أهم الإنجازات التي عملت الوزارة على تحقيقها هو التخلص من حوالي 180 ألف طن من الإطارات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية ومصانع تدوير الإطارات في منطقة العفجة التي تم تخصيصها من قبل الدولة للصناعات التدويرية. وستمضي وزارة البلدية قدماً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال تعزيز الاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد من خلال المشاريع المستقبلية كإنشاء المطمر الهندسي بأعلى المعايير وإغلاق المطامر والمكبات القديمة وإعادة تأهيلها وتشغيل محطة فرز واستعادة المواد القابلة للتدوير في الخور وإيجاد أفضل الحلول والطرق لمعالجة وتدوير النفايات. معاً نصنع الفارق لمستقبل مستدام. تولي وزارة البلدية وبتوجيهات مستمرة من سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية أهمية قصوى لإدارة النفايات وإعادة تدويرها وتعزيز التنمية المستدامة، وهو ما تركز عليه خطة الاستراتيجية حتى العام 2030. حضورنا الكريم ولإلقاء الضوء أكثر على جهود وزارة البلدية في هذا المجال، أتشرف الآن بدعوة سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة الوزراء، أصحاب السعادة السفراء، السيدات والسادة، الحضور الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني بمناسبة إقامة مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة الثالث أن أرحب بجميع المشاركين المحليين والدوليين من مسؤولين ومتخصصين وعارضين وزائرين، متمنياً أن يكون هذا المؤتمر منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب حول أحدث الطرق والتقنيات في مجال تدوير ومعالجة النفايات. إن حرص دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية على تنظيم هذا المؤتمر والمعرض في نسخته الثالثة يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي تليه دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والحكومة الرشيدة لمسألة الحد من النفايات وإعادة تدويرها وتقنينها وإدارتها بالشكل الصحيح، وحتى تصبح مصدراً متعدد الاستخدام للعديد من المنتجات والصناعات التي تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي. فقد حرصت الدولة من خلال رؤيتها الوطنية 2030 على تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة والتي تمثل إطار عمل شامل لتحسين الاستغلال الأمثل للنفايات بمشاركة كافة مؤسسات وفئات المجتمع على المستويين الحكومي والخاص. الحضور الكريم، لقد وضعت وزارة البلدية العديد من الخطط والقوانين والأهداف المتكاملة التي عملت على تحقيقها للتخلص الآمن من النفايات بجميع أنواعها في جميع المواقع والاستفادة منها باستخدام أحدث الطرق، والتي حققت على أثرها إنجازات هامة كان أبرزها من خلال الفترة الأخيرة من إعادة تدوير كافة النفايات المتولدة من فعاليات بطولة كأس العالم 2022، ومن خلال تحقيق حل مستدام للفرز والتدوير والتحويل إلى الطاقة بنسبة 100%، وهذه هي المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه النسبة في تاريخ بطولة كأس العالم السابقة، وحيث حققت دولة قطر معدل صفر نفايات بعد تحويل هذه النفايات من جميع الملاعب ومناطق الفعاليات الخاصة بكأس العالم إلى مواد قابلة لإعادة التدوير أو إلى طاقة نظيفة في مركز المعالجة في مدينة تمسعيد، والذي يعتبر المركز الأهم في الدولة والمنطقة لاستقبال النفايات ومعالجتها. وخلال عام 2022 تم في مركز المعالجة إنتاج أكثر من 271 كيلو وات ساعة من الكهرباء وأكثر من 35 ألف طن من السماد، وتم فرز أكثر من 27 ألف طن من المواد القابلة لإعادة التدوير. وتتويجاً لدوره الرائد في معالجة وتدوير النفايات، حصل مركز معالجة النفايات المنزلية والصلبة في مسعيد على جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال العمل البلدي في دورتها الرابعة عن فئة أفضل الممارسات في إدارة النفايات وإعادة التدوير. كذلك من أهم الإنجازات التي حققتها وزارة البلدية مؤخراً هو التخلص من جميع مخزون الإطارات المتراكم في الدولة منذ عدة عقود، وذلك بعد وضع خطة مدروسة للتخلص الآمن من الإطارات المهملة وإيجاد الحلول الناجحة في إعادة تدويرها بجميع المواقع التابعة لها، حيث تم التخلص من حوالي 180 ألف طن من الإطارات بالتعاون مع الشركات الخاصة ومصانع التدوير في منطقة العفجة للصناعات التدويرية، والتي أنشأتها الدولة في إطار الاهتمام بتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري. وجاء اختيار هذه المنطقة لموقعها الاستراتيجي بالقرب من مركز معالجة النفايات ومطمر مسعيد. ويبلغ عدد الأراضي في منطقة العفجة 252 أرض، منها 53 مخصصة لمصانع إعادة التدوير. وقد قامت وزارة البلدية بعمل خطة متابعة لتطوير هذه المنطقة الاستراتيجية وتنفيذها على مراحل عدة، ومن خلال معرفة حالة المصانع وأسباب ومعوقات تأخير المصانع في بدء العمل. ويبلغ عدد المصانع القائمة في منطقة العفجة 11 مصنع، والمصانع المتوقع تشغيلها حوالي 7 مصانع، فيما يبلغ عدد المصانع قيد الإنشاء حوالي 12 مصنع. وتشمل الأنشطة المسموح بمزاولتها في مجال إعادة التدوير بمنطقة العفجة الزيوت، النفايات الطبية، الأخشاب، المعادن، الإلكترونيات، البلاستيك، الإطارات، البطاريات، فرز النفايات وتدوير المخلفات الإنشائية وإنتاج الأسمدة العضوية وتدوير الزجاج وتدوير الأغمشة وغيرها. وأننا على ثقة تامة بأن منطقة العفجة ستشكل قفزة نوعية في مجال الصناعات التدويرية، حيث تملك دولة قطر كافة المقومات الأساسية للتحول إلى دولة مستدامة. كما تعمل وزارة البلدية على تشجيع مختلف فئات المجتمع
على التقليل من النفايات ونشر الوعي لديهم من خلال حملة صفر النفايات التي أطلقتها الوزارة بهدف تطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات وأهميتها والوصول إلى مستوى متقدم من إدراك المجتمع لأهمية هذه الموارد واستدامتها. الحضور الكريم، تواصل وزارة البلدية جهودها الفعالة لتحقيق رؤية قطر 2030 في مجال تعزيز الاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد من خلال المشاريع المستقبلية كإنشاء مطمر هندسي بأعلى المعايير والمواصفات العالمية وتشغيل محطة فرز واستعادة المواد القابلة للتدوير في مدينة الخور وإيجاد أفضل الحلول والطرق لمعالجة النفايات وتدويرها. كما تولي الوزارة أهمية كبيرة لمشاريع التشجير وزيادة المساحات الخضراء، حيث تم أواخر العام الماضي 2022 إنجاز مبادرة زراعة مليون شجرة بالشراكة والتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني. كما تقوم الوزارة بتنفيذ مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة حتى عام 2030 في إطار الجهود المستمرة لدولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. وفي الختام، أتمنى لكم مشاركة فعالة بهذا المؤتمر ومن جميع المؤسسات المجتمعية وشركات القطاع الخاص والباحثين والأكاديميين لتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال إدارة التدوير والتخلص الآمن من النفايات، وبهدف تكامل أيضاً الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر لمختلف دول العالم في مجال تحسين جودة الحياة واستدامة الموارد والحفاظ عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لسعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية على هذه الكلمة. يتفضل الآن سعادته بافتتاح معرض إعادة التدوير والاستدامة الثالث، والذي يشارك فيه 40 عارضا من جهات وشركات محلية ودولية مختلفة، فلتتفضلوا حضورنا الكريم إلى المعرض.